الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل باستقامة العمود الفقري مع إرخاء كل الجسم. نغمض العيون، نراقب التنفس بالشهيق، الهواء عم نحسه كيف عم بيكون بارد بالزفير، عم يخرج الهواء ساخن. نرخي الجسم أكثر، نشعر بكل خلية من خلايانا عم تتنفس النور. بدل أن نكون محدودي الفكر بتنفس أكسجين الهواء عبر فتحتي الأنف، O2، تعبيرا عن عالم محدود بنظرة حسية من خلال العينين وسمع محدود من خلال الأذنين. نشيح بنظرنا المحدود إلى بصيرة بعين باصرة تنظر اللامحدود، فنرى كل خلية من خلايانا تتنفس النور. مع الشهيق نور يشحن كل الخلايا، مع الزفير استرخاء تام. نتصور جدارين الجدار الأمامي فيه شقين، قاذف لكرات ملونة بلون أبيض، نشغله يبدأ بقذف الكرات
منها من يمر. بالفتحتين من خلال الجدار الأمامي ليتركان أثر على الجدار الخلفي. نرى أن الخطين المتوازيين قد تركا أثرا على الجدار الخلفي من خلال الشقين. والكرات الأخرى بالآلاف قد رسمت مسارات لا نهائية. كم نحن بقيد وحدود عندما ننظر بعين الحس بعين المراقب، فلا نرى من كل المسارات إلا أثرا لخطين فقط. تجربتنا الحسية تحدد علينا نظرة بعين حسية، النتيجة محدودة بمقدار نظرتنا المحدودة، ونترك عوالم لا حدود لها لأننا بحدود حسية ضيقة. نترك قاذف الكرات يقذف الكرات بنفسه، وندخل لعالمنا الداخلي فلا ننظر بعين المراقب. نستشعر مسارات كل الكرات بنظرة شمولية، نتسع بنظرتنا فنرى عوالم لا نهائية، حتى أننا إذا ما فتحنا العيون ضمن التجربة سنرى على الجدار الخلفي نتيجة قاذف إلكتروني للإلكترونات مثل قاذف الكرات، سنرى خطوطا كثيرة متوازية. قوة لاوعينا قد ساهم بخلق عوالم كثيرة لنا وأصبحت إمكانياتنا لا محدودة وفضاءات الاحتمال كثيرة أمامنا، ولقد انفتحت سبل السماء، بوابات السماء تفتح لمن نظر بعينه الداخلية ودخل لعمق القلب العاقل بهذا الوجود، لعقل القلب. وقد عرفنا أن الفكرة محدود من خلال الحواس،
وقلب العقل مع عقل القلب قد التقيا في عالم تجاوزي لا محدود. وهكذا فقد سقطنا من عالم الجمال، عالم الوحدة، عالم الاتساع، فضاء لا نهائي من الاحتمالات، لنصبح بعالم ثانوي كضبع لا يرى إلا ما توحي له به الحواس. ناخد شهيق، منحس الهوى من كل خلي زفير، عم نطرد الأنا، أنا الانفصال عنا ووهم الزمن. الشهيق تذكر عالم النور، عالم الوحدة، عالم العقل الشامل، عالم لا يوجد فيه إلا النفس الكلية بالزفير. عم نطرد وهم الانفصال، وهم الذوات، وهم وجود الآخرين. نتصور كيف كنا بعالم الوحدة أغنياء، نبصر العوالم كلها بعين الروح، بعين القلب. كانت نفوسنا حية، شفافة، عالمة، قابلة لكل الصور، ترى كل الأمواج، كل الطبقات، كل العوالم. لقد كانت في عالم الوحدة، في عالم النور. نتصور كيف أننا قد دخلنا بتجربة حسية، تجربة جسدية، لنصبح بعالم ثانوي، ننظر لخارجنا عبر الحواس، وإذا ما نظرنا لداخلنا فإننا نستعيد قدسي الإحساس. نسترق السمع لنصغي لهمس خطو الحقيقة بأنغام على قلوبنا تخبرنا بأننا من نصنع أقدارنا الجسام في هذا العالم. فإما أن نخلق عالما محدود، أو أن نصبح بحلم كوني لا محدود. نتساءل كيف سبيل الوصول؟ فقد علقنا في شباك مايا الخداع، لقد علقنا في شبكات عنكبوت هذا العالم، ونسينا وكأننا لم نكن هناك. أيها الإخوة الأحبة القدامى، يا من تشربون الصبوح، هلا ذكرتموني أمام المولى الذات؟
أمام أحدي النور. أنتم يا من تشربون الصبوح، وأنا هنا أشرب بكأس قد مزجت بدمي، فلا أنظر إلا لوهم التعداد والصور. نعم، ندرك أن حقيقتكم أصلها واحد من عالمنا الواحد، ولكنكم اخترتم أن تدخلوا دار الاختبار. فإذا ما نجحتم بالعبور، فإنكم أهل الجدارة والاستحقاق في عالم النور. وكلما فشلتم سيتم تكرار التجربة، عندما تنظرون بعين الحس لأشخاص الوهم وتحكمون على معتقدات الناس وعلى توجهاتهم، فإن ظلامية أنفسهم تلتصق بكم، فلا تحكموا ولا تقيموا على أحد، كونوا الحاكمين على أنفسكم في عالم قد تثنى وتشرذم بوهم التعداد. نتصور الآن من خلال المقام المادي بشاكرا الجذر وجود اختبارات بساحتنا الحياتية، فننظر نظرة خارجية لمالكي العقارات وأرباب الأموال والسياسيين والشخصيات البارزة، فإذا ما حددنا الطاقة الإلهية بالشخص، فإن طاقة الوحدة بنا ستتلاشى، يصبح عالمنا محدودا بخطين، أثر لخطين. نترك فضاءات الاحتمال لننشط نظرة أنا الانفصال بالحقد على الآخرين أو الحسد والكراهية والأذى. وفي المقام الثاني والثالث ننافسهم على شهرة في عالم الحشرات. نتصور عالم النور، عالم الوعي الشامل، عالم الوحدة من أعلى قمة الوعي، من أعلى قمة الرأس، من أعلى قمة الجبل. كيف ننظر بعين بصيرتنا من خلال نور ساطع بالجبهة للناس وصراعاتهم ومشاكلهم،
مثلما ننظر لتجمعات كبيرة من النمل، ما هو تقييم نظرتنا الأحدية لنملتين تتصارعان على حبة شعير، أو نملة أرادت التربع على عرش الشهرة والمجد الزائل، أو نملة تحسد الآخرين، أو نملة تقلقل وتغتاب وتنظر للأخريات ملتهية في عالم الانفصال؟ كم نتوهم عندما نحكم ونقيم بشعور أو فكر أو نية أو كلمة أو تصرف. لا عودة لمن يفشل في رؤية الإرادة الإلهية التي تعبر عن النور في عالم الضوء. الضوء ظلامي بالنسبة للنور الإلهي، ونحن في عالم ثانوي فينا من الطبعين، الطبع المادي الخارجي والطبع الإلهي النوراني، يتحتم علينا أن نرى في ساحة الحياة شخصيات تظهر بالضوء، فإن لم نرى إرادة الإله خلفها فإننا نصطدم بعالم الجسوم لتلتصق بداخلنا من خلال نظرتنا القاصرة، نظرتنا الحسية تلتصق ظلامية ما نرى. نحن الذين نرى، نحن الذين نحكم، نحن الذين نقيم، والفشل حليف كل من ينظر لجسيمات خارجية فلا يشيح بنظره لعين الروح. ناخد شهيق، نشهق النور الإلهي، زفير، نطرد وهم الأنا والانفصال، منأكد على أن ننجح برؤية النور الإلهي في عالم الضوء. النور الإلهي نعرفه من داخلنا. ناخد شهيق، نحس بوجودنا المادي من جديد بعد أن تزودنا بماء الحقائق العرفانية وزوادة يقين
تقينا شر الضياع بقيعة الفرحين في عالم الوهم والطين. زفير عم نرقي الجسم أكثر مع حركة لأصابع الكفين. شهير ننوي نفتح العيون لمن يريد بعد دقيقة من الآن مع عقيدة أن نرى في داخلنا تجلي النور الإلهي وفي واقعنا تجلي رسائل النور الإلهي عبر الأحداث والأشخاص. نحرك أكثر، نشد شوي الجسم، نشحن الكفين بفركهما مع بعضهما لمن أراد، لمن أن يستطيع الحركة، لمن يستطيع الحركة. نضع الكفين أمام العينين، نرمش العيون داخل الكفين من جديد، نفتح العيون شي بسيط مع فرك الكفين، نضعهم على الأذنين، نغذي مسارات الطاقة بالنور، نبقى بهذا الوعي بهذا النور. في داخلنا نور وفي واقعنا نور، والسلام على أهل النور. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.